يوم جديد يطرح أسئلة جديدة ويطرح حوارات جديدة نطرحها على حضراتكم في هذه الحلقة من مصر في يوم. أسعد الله مساءكم مشاهدينا. في هذه الليلة نتوقف عند أهم وآخر الأخبار، ومنها عمرو موسى في لقائه بالمراسلين الأجانب: الدستور مدني بالكامل. استئناف محاكمة مبارك والاستماع إلى شهادة سامي عنان. ومسيرة لأهالي شهداء مجلس الوزراء غدا أمام مقر المجلس. مشاهدينا، وفي هذا المساء نفتح ملف الشباب ونتساءل: متى يصبح الشباب حكاما في مصر؟ هل سترحل دولة العواجيز وتقام دولة الشباب؟ جهود الدولة لتمكين الشباب. ونفتح ملفات متعلقة في حوار خاص مع دكتور خالد عبد العزيز وزير الشباب الذي يحل ضيفا علينا. مشاهدينا، يمكنكم أن تطرحوا أسئلتكم مباشرة على ضيفنا عبر هاشتاج على تويتر: اسأل وزير الشباب. وطبعا أنتم مدعوون مثل كل يوم لمتابعة أخبار البرنامج وطرح أسئلتكم واقتراحاتكم على صفحاتنا التفاعلية على فيسبوك وتويتر. في مؤتمر صحفي تم الإعلان عنه بشكل مسبق النهاردة، اجتمع السيد عمرو موسى في هيئة الاستعلامات بالمراسلين الأجانب. أجاب على الكثير من الأسئلة ووضح الكثير من النقاط لمراسلي وسائل الإعلام الأجنبية والعربية وسائل الإعلام الدولية بشكل عام. بعض النقاط التي أثارت جدل وأثارت أيضا تساؤلات حول مفاهيم رآها البعض ملتبسة في الصياغة، حاول أن يوضحها السيد عمرو موسى في هذا المؤتمر الذي نشاهد جانبا منه. نشاهد. هي إذا كان إحنا بنقرأ في الدستور أو نقرأ الدستور بقراءة صحيحة، هنجد إنه في طول مواده وعلى كافة وفي كافة أبوابه الديمقراطية تظهر، الديمقراطية تتحدث. المادة الثانية الواضحة تماما في استكمال المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الدستور وتقوم عليها الحياة المصرية، سواء الحياة التشريعية أو الحياة بصفة عامة. والذي أكد أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. أما تمهيد المناخ لنوع من المصالحة فأعتقد أن ده مجرد تحرك في هذا الإطار، أن احنا سوف نشارك بيمهد الطريق نحو المصالحة. واعتبري أن تمهيد الطريق ده يجب أن يأتي من الجهتين، من الأطراف كلها، مش الدولة بس. دستور إنساني في المقام الأول، لأول مرة الطفل المصري في قلب هذا الدستور وعلى قمة أولويات هذا الدستور. أنا أرجو أن الكل يتحدى هذا العنف وما يخافوش، لأنه الأمر يتعلق بمصر ومستقبل مصر ومستقبلهم هم وأولادهم. لابد من المشاركة في الاستفتاء، ولابد من المشاركة المكثفة، وكذلك أن يقولوا نعم. وللتعليق على أهم الأسئلة التي طرحها المؤتمر الصحفي وأهم الإجابات، وهل وضحت كافة الالتباسات ولا هناك من النقاط ما سيثير الجدل لا زال في الأيام المقبلة، ينضم إلي عبر الهاتف دكتور كمال الهلباوي نائب رئيس لجنة الخمسين. أهلا يا دكتور. دكتور كمال،
طيب يبدو أننا فقدنا الاتصال، سنحاول التواصل مع دكتور كمال الهلباوي مرة تانية، لكن الأسئلة المهمة التي طرحها هذا المؤتمر الصحفي أن في نقاط كان على القائمين على وضع دستور الإجابة عليها لا تزال، بعضها ربما سيظل مطروحا في الساحة حتى انتهاء التصويت من الدستور. كان هناك حديث في الأيام السابقة على إعادة ضبط صياغات في الدستور والحديث الحقيقة عن أخطاء لغوية، وهو أمر بدأ يعني غريب، لجنة تحتوي على كل هذه القامات ويكون هناك أخطاء لغوية تحتاج إلى تصويب، أمر علينا أن نستجليه ونستوضحه ونعرف مصدرها. على الجانب الآخر، الرئيس عدلي منصور النهاردة استقبل وفد من الكونغرس الأمريكي برئاسة النائب الجمهوري ستيف كينج عن ولاية أيوا. ضم الوفد النائبين الجمهوريين ميشيل باكمان عن مينيسوتا ولوي جوميرت عن تكساس. طبعا حضر اللقاء السفير الأمريكي ديفيد ساترفيلد، أو مش سفير، قائم بالأعمال حتى هذه اللحظة. حتى هذه اللحظة لم يصدر قرار أمريكي بأن ديفيد ساترفيلد يستلم هذا المنصب رسميا. الضجة التي أحاطت بهذه الزيارة ربما تكون أقل من ضجة سابقة أحاطت بزيارة نائبين كان بينهما ديفيد ماكين في فترة، أو جون ماكين عفوا، في زيارة سابقة. ما الذي تعكسه هذه الزيارة وما دلالتها؟ هل هي زيارة روتينية ولا بتحمل المزيد؟ معي عبر الهاتف الأستاذ محمد البحيري الباحث في الشؤون الخارجية. أستاذ محمد، لو تقرأ لنا هذه الزيارة باختصار وتقول لنا هل هي زيارة روتينية ولا بتحمل أي دلالات علينا أن احنا نضحى أمام الرأي العام؟ مساء الخير أولا على جمهورك العزيز أستاذ منى. أولا أحب أقول طبعا أول حاجة لافتة للمشهد أن الوفد من الحزب الجمهوري الأمريكي، وده جاء في إطار الأزمة القائمة حاليا داخل الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بموقف إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما من مصر. طبعا هناك إحساس وهناك انتقادات دائمة داخل الإدارة الأمريكية، خاصة من الحزب الجمهوري، ويضاف إلى ذلك أيضا وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون ووزارة الخارجية الأمريكية أيضا، تجاه يعني الطريقة التي يتعامل بها الرئيس الأمريكي باراك أوباما مع مصر، خاصة في ظل تزايد المخاوف من فقدان مصر بكل ما تحمله من معاني استراتيجية في منطقة الشرق الأوسط والمستوى الإقليمي. إيه أهم الرسائل اللي حملها هذا الوفد؟ يعني هل كان في أشياء معلنة للرأي العام ولا هي مجرد زيارة مجاملة بهدف ترطيب الأجواء؟ لا، ليست زيارة مجاملة طبعا، دي زيارة في سلسلة زيارات مهمة، ويمكن دوت جاء استكمالا لما عرضه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في آخر زيارة له في القاهرة، وقالت لنا بعض المصادر أنه عرض استئناف فوري المساعدات العسكرية الأمريكية التي تم تجميدها لمصر، ولكن كان هناك شرط أمريكي بوقف مد التعاون القائم حاليا أو الذي يتم استئنافه حاليا، ويشهد نشاطا يعني غير مسبوق بين مصر وروسيا خاصة على صعيد الأسلحة، وهو ما رفضته مصر رفضا قاطعا فيما يتعلق بوقف التعاون مع روسيا، خاصة أن هناك جانب قد لا يعلمه الكثيرون، وهو أن روسيا ستقدم لمصر مجموعة منوعة من الأسلحة والأنظمة الدفاعية العسكرية التي كانت أصلا الولايات المتحدة الأمريكية ترفض تزويد مصر بها حفاظا على ما يسمى بأمن إسرائيل. هل من المفيد أستاذ أحمد أن احنا نعرف في أي لجنة النائبين الموجودين أعضاء فيها، هل هم أعضاء في لجنة الشؤون الخارجية ولا الأمن القومي؟ هل من المفيد أن احنا نعرف ولا المسألة لا علاقة لها إلا بزيارة يعني؟ لا، الموضوع عضوتهم في اللجان ده مش مهم، لأنه هو أصلا بيبقى جاي محمل برسائل مثل هذه الزيارات التي تتم، يكون يعني الغرض منها نقل رسائل بصفة غير رسمية. إيه الرسائل اللي نقلها في حدود معلومات حضرتك هذا الوفد المكون من هذين النائبين؟ ما هو أهم رسالة اللي هو فكرة يعني أن هناك يعني إدارة أوباما يعني ليست دائمة وليست مخلدة، وأن الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا ككونغرس، وهناك أغلبية في هذه المسألة تجاه التعاطف مع مصر وثورة 30 يونيو، وأن مسألة المساعدات العسكرية الأمريكية التي تم تجميدها هي عرض طارئ لن يؤثر على طبيعة العلاقات الاستراتيجية بين واشنطن والقاهرة. كان في وفد زار مصر في سبتمبر الماضي، وكان التقى البابا توادروس
واعتقد ان ده كان له علاقه بعد الهجمات اللي كانت على الكنائس وموقف الولايات المتحده من نظام الاخوان المسلمين. هل من المقرر في هذه الزياره زياره لرموز دينيه اخرى ولا زيارات لسياسيين اخرين بعد زياره الرئيس عادل منصور؟ لا، هو الزيارة تأتي في إطار كما قلت إصلاح، محاولة لإصلاح صورة الولايات المتحدة الأمريكية أمام الرأي العام والقوى السياسية في مصر بعد الموقف يعني الذي يمكن أن نصفه بأنه موقف مخذل بالنسبة للشعب المصري من الولايات المتحدة الأمريكية. بس كده، فيعني المسألة طبعا تأتي في إطار لأن إحنا دلوقتي بنشهد إعادة رسم خريطة القوى الإقليمية في المنطقة، لأن هناك تسوية تجري ما بين مع النووي الإيراني وتسوية القضية الفلسطينية، وأيضا هناك تسوية تجري بشأن ما يحدث في سوريا بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وإيران وأطراف أخرى إقليمية. أنا بشكر حضرتك الأستاذ أحمد البحيري الباحث المتخصص في الشأن الأمريكي معلقا على زيارة الوفد الكونغرس للرئيس المصري اليوم. النهارده كمان استأنفت محكمة جنايات القاهرة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه في قضية قتل متظاهري ثورة 25 يناير والفساد المالي. النهارده كان في جلسة سرية استمعت فيها المحكمة لأقوال سامي عنان، الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية السابقة. كانت الجلسة اتأجلت بالأمس للاستماع إلى شهادته اللي تم تقديمها اليوم في جلسة سرية كما أشرت. قضايا الفساد المالي التي كانت تناقش اليوم في المحكمة هي القضايا المتعلقة بتصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بأقل من أسعاره العالمية، وهي قضية متهم فيها بخلاف الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه وزير الداخلية حبيب العدلي وستة من كبار معاونين. كذلك متهم فيها رجل الأعمال السابق الهارب حسين سالم. امبارح المحكمة استمعت إلى شهادة الفريق المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة سابقا. معي عبر الهاتف الأستاذ أحمد شلبي رئيس القسم القضائي بصحيفة المصري اليوم. أحمد، هل في أي كواليس تسربت حتى الآن من شهادة امبارح والنهاردة سواء للمشير طنطاوي أو للفريق سامي عنان؟ خلينا نتذكر حضرتك ان الشهادات دي كلها محظور النشر فيها، فعلشان ما نقعش في خرق حظر النشر فخلينا نقول الاطار المسموح به او المعلومات المسموح به ان احنا نقولها في الاعلام. انا عرفت ان في صحفيين النهارده زملاء تمت احالتهم فعلا للمحكمه بتهمه افشاء اسرار. بالظبط، النهارده قرار كان في قرار من هيئه المحكمه باحاله صحفيه في جريده الاخبار ورئيس التحرير الى النيابه العامه للتحقيق معاهم بتهمه خرق حظر النشر، لانهم كانوا نشروا تفاصيل مما جرى من اقوال لطنطاوي داخل جلسه. طيب يعني في حدود ما تستطيع ان تقول يا استاذ احمد، هل كان في نقطه تحول مثلا النهارده في هذه الشهادات؟ هل حولت مجرى القضيه ولا هتسير بيها في اي اتجاه في حدود المسموح؟ بالظبط، خلينا نقول في الحدود المتاحه ان مجمل شهاده طنطاوي ان هي كانت في صالح الرئيس الاسبق مبارك، وان هو لم ياتي بجديد عما قاله في الشهاده الاولى امام المستشار احمد رفعت في المحاكمه الاولى. معظم الاسئله كانت يعني لا تاتي بجديد او تاتي برد قاطع عن تورط مبارك من عدمه في قتل المتظاهرين او حمايه المتظاهرين في ثوره 25 يناير. فكانت يعني مجمل على الرغم من كثره الاسئله تقريبا تجاوزت ال 250 سؤال، ولكنها كانت معظمها يعني ما عنديش معلومات، ما كنتش موجود يعني حدود معلوماتي يعني غير مختص، فيعني كلها يعني معلومات مش يعني ما بتحولش مجرى المحاكمه زي تقريبا زي ما قال في الشهاده في المحاكمه الاولى، تقريبا كانت نفس الشهاده برضو. خلينا ما نتطرقش اكثر من كده في الـ في الـ في الاقوال اللي جرت امام المحكمه. يمكن يعني اللي ممكن بقى نقوله ان هو حوالين المحكمه النهارده، يعني مثلا خلينا نقول ان هيئه المحكمه طلبت او احضرت كرسي للمشير طنطاوي علشان يستريح من كثره الاسئله، ولكن هو قال ان انا بحترم القضاء ولا يجوز ان انا اجلس امام هيئه المحكمه، فالمحكمه قالت له ان انت يعني استريح لان في اسئله كتير، فقال لما اتعب هقعد على الكرسي.
مثلا يعني كان مبارك كان يبدو بحالة يعني مرضية لما قالوا، وده يؤكد أن الشهادة كانت في صالحه. يعني كذلك باقي المتهمين عدا العدلي كان أن الشهادة مش في صالحه، أو يعني ممكن تكون بتورطه أو فيها معلومات تؤكد ذاته من عدمه يعني في قضية المتظاهرين. يعني دي الأجواء اللي كانت متاحة فيما يتعلق بشهادة بتاعه. طب بعيدا عن الأجواء وبعيدا عن هو محظور الحديث أو النشر فيه، ده الفصل النمرة كام في هذه المحاكمة؟ يعني إيه اللي بيتبقى بعد كده في وقائع هذه المحاكمة اللي هي دلوقتي احنا بنتكلم عن إعادة محاكمة؟ هو آخر ثلاث جلسات شهادة هتبقى يوم كما حددها القاضي يوم 11 و12 و13 يناير المقبل، هيتم الاستماع ليها لشهادات الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى واللي هو فريق التهاني رئيس المخابرات العام السابق واللي هو حمد الدين قائد الشرطة العسكرية الأسبق. هيتم الاستماع لأقوالهم في الثلاث جلسات المقبلة، ويتبقى دفعة الدفاع عن المتهمين تقريبا دفعة تاخد ممكن لكل متهم أو اثنين، ويتم الفصل في القضية. لم يتبقى إلا الشهود في شهر يناير، وبعد كده هيبدأوا في سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين. وباقي بس كمان حاجة صغيرة، إن اللجان اللي كان شكلها القاضي فيما يتعلق بأرض شرم الشيخ اللي بتاع محل القضيه بتاع حسين سالم، وكمان كان في لجنه اتشكلت علشان قضيه تصدير الغاز لاسرائيل، يعني يبقى القاضي ان هو يتسلم هذه التقارير وبناء عليها هيستمع لمرافعه الدفاع وتكون القضيه جاهزه للحضور. هل احنا بنتكلم بس في قضايا الفساد المالي محصوره لا زالت في قضيه تصدير الغاز لاسرائيل وقضايا الخمس فيلا بتوع شرم الشيخ، ولا في المزيد من الوقائع اللي قد تشهد محاكمات جديده متعلقه بوقائع فساد مالي وقصور الرئاسه طبعا اللي تم اغلاقها؟ فيما يتعلق بقضيه محاكمه مبارك اللي احنا كانت النهارده هي متعلقه بهذين النقطتين فقط، يعني قضيه شرم الشيخ ارض شرم الشيخ وقضيه تصدير الغاز لاسرائيل. اما لو بتكلمي عن قضايا اخرى في مبارك لي اربع قضايا منها الكسب غير مشروع وقصور الرئاسه، يعني دولت لسه يعني واحده اتحلت المحكمه من اسبوع تقريبا بتاع قصور اصل الرئاسه، والقضيتين الاثنين لسه بتاع الكسب غير مشروع لسه محل التحقيق، والواقعه بتاعت القضيه بتاعت هدايا الاهرام اعتقد ان هي لم تم تسويتها في ظل التصالح وفي ظل دفع الاموال، فاعتقد ان هي هتخلص دون محاكمه. لا يتبقى الا قضيه قصور الرئاسه والكسب غير مشروع. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا الاستاذ احمد شلبي رئيس القسم القضائي بالمصري اليوم الذي وفانا بالتفاصيل التي سمحت بها قرارات حظر النشر في هذه القضيه ما اطلق عليه محاكمه القرن. النهارده ايضا كان في استمرارا للحملات التي تحاول ان تتجاوز اسئله اللحظه الراهنه الى المستقبل، وتحاول ان تتجاوز استقطابات السياسه الى افاق يشارك فيها الشباب. في حمله اسمها مستقبل وطن دشنها مجموعه من الطلاب والشباب، شارك فيها لغايه النهارده 5000 شاب من محافظات مصر المختلفه. الحمله كانت بحضور مستشار رئيس الجمهوريه دكتور مصطفى حجازي، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون السياسية والاستراتيجية. طبعا السؤال هنا، هل يعني هذا أنها مبادرة برعاية الدولة، ولا هي مبادرة خاصة تحاول أن يكون لها مظلة ما من الاهتمام الرئاسي؟ خلينا أولا نشاهد هذا الجزء أو هذا الجانب من هذا المؤتمر. نشاهد. أعتقد أن الوثيقة الدستورية الموجودة بهذا النوع من التقييم هي تعبر عن أن هناك وطناً واحداً متنوعاً، وأن هناك مصيراً واحداً لهذا الوطن يجمعنا جميعاً. وعلى هذا النحو التعامل معها على أن هذه الوثيقة هي نهاية المطاف هذا غير صحيح، ده هي بداية التحدي لنا جميعاً ولكم جميعاً لمن أراد أن ينصر هذا الوطن. حملة مستقبل وطن، حملة تضم 5000 شاب من جميع محافظات مصر، كل هؤلاء الشباب اجتمعوا ان هم اللي البلد محتاجاهم في المرحله الصعبه اللي تمر بيها، وقرروا ان يقدموا كل ما يمتلكوا من جهد ومن فكر لخدمه البلد ودعم خريطه الطريق ابتداء من الاستفتاء على الدستور، الانتخابات البرلمانيه، الانتخابات الرئاسيه. احنا النهارده جايين عشان خاطر واجب وطني في حمله وطنيه اسمها مستقبل وطن. الهدف بتاعنا النهارده ان احنا بندعم قضيه وطنيه اللي هي قضيه الدستور المصري. ناويين ان شاء الله نقول ان في شباب مصر مستعد انه ينفذ اللي هي الخريطة الطريق بداية بالدستور، وإن احنا إن شاء الله هنقول نعم للدستور.
الحملة اللي احنا بصددها النهاردة حملة هامة جدا، لأن أهم فيها أنها مبادرة شبابية مصرية بالأساس، أهم فيها أنها لا يوجد لها لون حزبي أو سياسي خاص، ولكن هي مبادرة وطنية من شباب يعني يحاول أن يتبوأ مسؤوليته في مستقبل هذا الوطن. وبالعودة إلى الخبر الخاص بالمؤتمر الصحفي العالمي الذي عقد اليوم في هيئة الاستعلامات ليجيب فيه السيد عمرو موسى ورؤساء اللجان الفرعية ومقرري اللجان ونواب رئيس لجنة الخمسين على أسئلة الصحفيين. بيعود لنا على الهاتف الدكتور كمال الهلباوي نائب رئيس لجنة الخمسين. دكتور أهلا بحضرتك. اهلا يا استاذه منى. ازي حضرتك عامل ايه دكتور؟ لو نعرف هل انتوا حسيتوا ان في اسئله معينه كان في نوع من الالحاح اكتر عليها، يعني بما يبدي ان في امور بعينها هي اللي كانت محتاجه شرح اكتر وتوضيح؟ كان التركيز على هل يا ترى هناك في مصالحه، ادي واحده. كان التركيز ايضا على الدوله الدينيه والمدنيه. ايوه سامعاك يا دكتور. كان التركيز ايضا على حقوق العمال وحقوق الفلاحين وحقوق المراه وتمثيلها وعلى القضاء العسكري، يعني بس معظم الاسئله كانت عن موقف الاخوان المسلمين، هيكون ايه او دور الاخوان المسلمين، او هل يسمح لهم أو يشتركهم أو ما يشتركوش. بعض الأسئلة كانت عن هذا الأمر. يعني هل كان أي من الموجودين لديه القدرة أنه يرد على سؤال حوالي موقف الإخوان المسلمين؟ لم يعلن لهم موقف لغاية دلوقتي، وحتى الآن في تضارب كده في التصريحات. في تضارب، إنما يعني اتكلموا من الجانب اللي خصنا وهو جانب السماح أو عدم السماح. وقلنا إنه إحنا لجنة الخمسين لها عمل محدد قامت به، والأشياء الأخرى الآليات وما إلى ذلك متروكة للمشرع، يعني ودور الإخوان يحدد الإخوان ولا يحدد الدستور. يعني طبعا عايز أسأل حضرتك، يعني كان تردد كلام عن أن في بعض الصياغات غير مضبوطة من الناحية اللغوية في مشروع الدستور اللي رفع للرئيس، وأن تمت موافقة الرئيس على إعادة صياغته. لو حضرتك تفسر لنا الموضوع، لأنه بيبدو يعني غريب كل هذه القامات موجودة في لجنة الدستور ويطلع دستور غير منضبط لغويا، إزاي؟ ما أظنش، إنما ممكن يكون بعض أوجه البلاغة ناقصة. أنا ممكن أوافق على هذا، إنما الأخطاء ما أظنش إن هناك أخطاء لغوية، إنما ممكن يكون هناك أخطاء إملائية أو غيرها يجوز فيها، لا بأس بهذا. دكتور كمال، أحد الأسئلة التي لا تزال تتردد في الشارع الآن هي فكرة النسخ، الشائعات اللي طلعت إن في نسخ مش مظبوطة، نسخ من دستور 2012. أنا اشتريت 10 نسخ من الصحفيين. آه. الراجل اللي بجيب منه الصحافة وطلعوا كلهم غير مظبوطين. وأنا معايا نسخ. ألو. أيوة سامعاك يا دكتور. وأنا معايا نسخ الآن سليمة. أنصح اللي عايز ياخد نسخ اللي هي مكتوب عليها لهيئة الاستعلامات، يعني. يعني النسخة المضبوطة اللي حضرتك بترشحها لأي مشاهد يبحث عن نسخة سليمة، الدستور الذي سيستفتى عليه النسخة المطبوعة عليها هيئة الاستعلامات. أيوة نعم. وبقية النسخ حضرتك يعني لا تثق تماما في دقة المحتوى الموجود فيها؟ لا، ما فيش فيه اختلافات على الإطلاق في النسخ ومضى عليها السيد عمرو موسى. طيب هل انتم طلبتم باتخاذ اجراءات ضد اي حد بيروج هذه النسخ؟ لان ممكن المساله تكون لهدف احداث بلبله او خلق شائعات حوالين محتوى الدستور. لا اظن ان دي شغلتنا، والغش والتزوير له من يتابعه ويقضي عليه. لكن على الاقل حضرتك في علامه معينه تقدر تقول انها ممكن المواطن العادي الذي يبحث عن الدستور. لقيت نسخ ناقصه. لقيت نسخ ناقصة ونسخ مطبوعة من المسودة الخامسة أو المسودة السادسة. طيب بخلاف جهة الطباعة، إزاي يعرف المواطن العادي أن النسخة التي بين يديه؟ المواطن العادي مش هيعرف. ده اللي قاعدين في لجنة 50، ولذلك احنا بننصح لا تشتري نسخة إلا إذا كان مضى عليها عمرو موسى.
أنا بشكرك دكتور كمال الهلباوي نائب رئيس لجنة الخمسين معلقا على المؤتمر الصحفي صباح اليوم. شكرا جزيلا يا فندم. ومشاهدينا، هل تم فض الإضراب ولا ما تمش؟ في الأسبوع الماضي كنا قد تابعنا مع حضراتكم إضراب عمال الحديد والصلب، وكانوا ممثلوا العمال شرفونا هنا في الاستوديو، وبدأ أن هناك مرارة كبيرة من أن أحدا لم يستمع إلى طلباتهم. اعتصام استمر لغاية النهاردة 19 يوم. طلباتهم بدت حتى أن هم حد يفوضهم ويستمع إلى آرائهم، وبدوا أن في نوع من المرونة يمكن أن هو والحلول الوسطى التي يمكن التوصل إليها. العمال الذين كانوا حريصين على استمرار العمل في مصنعهم، العمال الذين كانوا حريصين على أن هم يكونوا يحرسوا الماكينات ويكونوا حريصين أن هم يشتغلوا أو يضربوا بعد انتهاء الورديات الخاصة بهم، العمال الذين تحدثوا عن أنه مصنعهم وأنهم ما يريدون مش بس الطلبات المالية لكن أن يعود العمل في مصنع الحديد والصلب ويستأنف فيه حتى يتحول إلى مؤسسة رابحة وليست خاسرة. كنا قد دخلنا أيضا إلى داخل قلعة الحديد والصلب وصورنا لحضراتكم مشاهد من هناك للاعتصام والإضراب وللأفران الموجودة هناك. اليوم ما أثار الالتباس أن شركة أن العمال أصدروا بيان، يعني في بيان خرج تقريبا في الواحدة من ظهر اليوم كان باسم العمال. البيان كان بيتكلم عن انتصار العمال في معركتهم بعد 19 يوم من الاعتصام، وان هيكون في صرف للارباح واقاله للرئيس مجلس الاداره. البيان اتقال ان هم تواصلت المفاوضات بين وزير التضامن الاجتماعي الدكتور البرعي ووزير الصناعه والتجاره الدكتور منير فخري عبد النور وممثلين للعمال للوصول الى اتفاق لصون حقوق عمال الحديد والصلب. البيان قال انهم توصلوا الى تحقيق هذه المطالب، من منها إقالة رئيس مجلس إدارة الشركة وإعادة تشكيل مجلس الإدارة، العمل على إعادة تنظيم العلاقة بين الشركة وشركة الكوك، إحالة كافة الملفات المتعلقة بالعمال المنقولين ومن أحيل منهم للكوميسيون الطبي إلى الدكتور البرعي وزير التضامن الاجتماعي لفحصها. قالوا إن الشركة مش هتقدر توفر لهم غير 70 مليون جنيه من المبلغ المطلوب، وهم قالوا إن هم يعني المبلغ المطلوب الوفاء به حوالي 100 مليون جنيه، فهم قبلوا بهذا المبلغ وتم إرجاء التسوية النهائية للحوافز بباقي المستحقات لغاية أول 6 المقبل. المفاجأة أن بعد صدور هذا البيان وبعد أن رأى الكثيرون أن البيان أن العمال انتصروا في هذه المعركة، أنه كانت الأنباء الرسمية بعدها بدقائق، يعني الساعة واحدة إلا ربع تقريبا، اثنين إلا ربع عفوا، صدر بيان منها بينفي ما ذكر عن إقالة رئيس مجلس إدارة العمال الحديد والصلب أو فض اعتصام العمال. هو تفض ولا ما تفضش؟ اسمحوا لي أن أطرح هذا السؤال على الأستاذ محمد عمر أحد ممثلي اللجنة النقابية للحديد والصلب. الاعتصام تفض ولا لأ يا فندم؟ وإيه حقيقة البيانات المتضاربة اللي صدر عن اللجنة العمالية واللي صدر عن وكالة الأنباء الرسمية؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. احنا كنا يوم السبت عملنا اتفاق مع الدكتور أحمد البرعي والدكتور منير فخري عبد النور على اساس احنا يعني يحددوا لنا الارباح وكده وبتاع. هما دخلوا اتفقنا، احنا وصلنا معاهم ل 15 شهر ل 10 اشهر ونص من 16 شهر واتحققت المطالب. احنا لغايه دلوقتي في ناس موافقه وفي ناس رافضه، يعني في ناس العرض مش جايب معاه، يعني في ناس تقول ماشي ده كده كويس قوي في ظروف الدوله واللي فيها، وفي ناس متفقين. طيب ما احنا اتفقنا ان لازم يكون في حد مفوض والعمال مفوضين وهيقبلوا في النهايه الاتفاق اللي هيوصل ليه مع الحكومه، مظبوط؟ ما احنا ما احنا اللي واقفين، واحنا اللي رحنا عملنا باسامينا التظاهره عند ولذلك هم استدعونا. فاحنا يعني مثلا انتوا وصلتم لاتفاق مع الحكومه وهذا الاتفاق لم يكن مقبولا من بعض زملائكم، ده اللي انا فهمته، مظبوط؟ طيب وبعدين؟ في ناس موافقه وفي ناس مش موافقه. هل اتفضل اعتصام الناس الموافقه هي اللي مشيت واللي مش موافقه قعدت، ولا ايه اللي حصل بالظبط؟ هو في لسه في ناس مش عاجبها الاتفاق واحنا بنتواصل معاهم، يعني على اساس ان انا يعني خلاص يعني
يعني هو ما بقاش بقوته برضه لا تشعر. طيب ما دي مساله تضعف موقفكم التفاوضي يا استاذ محمد لما يكون ان ما فيش حد بيمثل العمال والعمال بترتضي بالاتفاق اللي يوصلوا مع الحكومه. لا احنا المشكله ان في صراع داخل الشركه. يعني هم الوقت الصراع بقى صراع سياسي بيننا وبين النقابه والاتحاد وكده، وان ازاي عمال تمثلنا وان ازاي مش عمال تمثلنا، فالموضوع كده يعني. انما هو يعني احنا في ظل الظروف اللي احنا فيها دي، انا بقى يعني انا على رايي الشخصي ده مقبول. طيب يعني اللي حصل دلوقتي بعيدا عن راي حضرتك ان هو مقبول والاخرين شايفينه مش مقبول، ان في اعتصام ما زال مستمر، في ناس مشيت وناس معتصمه حتى الان. في ناس النهارده صعدت ونزلت في مترو الانفاق، مظبوط الكلام ده؟ انا كنت موجود معاهم لان انا واخد التصريح باسمي. طب ليه اعتصمتوا في مترو الانفاق؟ نعم ليه نقلتوا الاعتصام لمترو الانفاق؟ لا مش مترو الانفاق، لا احنا ما نقلناش لمترو الانفاق، احنا كنا في صوره في صور تم تنقلها على مواقع التواصل الاجتماعي وانا بسال حضرتك عنها، وفي بعض المواقع واحنا رايحين نركب القطر يعني. لا الاعتصام النهارده احنا كنا واخدين الاعتصام التصريح بيه في مجلس. يعني انتوا ما اعتصمتوش في مترو الانفاق، اللي حصل ان انتوا وانتوا رايحين تركبوا القطر هتفتوا شويه. واحنا ماشيين كنا بنهتف يعني. طيب عايز اسال حضرتك حوالين تفاصيل الاتفاق، حوالين اقاله رئيس مجلس الاداره، البيان بتاعكم قال ان انتوا اتفقتوا مع الحكومه على اقالته، وكاله الانباء الرسميه كذبت هذا الخبر. لا احنا متفقين مع الحكومه على اقالته واقاله رئيس الشركه القبض. طب ليه الحكومه بتنفي من خلال الوكاله الرسميه يا فندم؟ احنا اكتشفنا واحنا بنتفاوض اكتشفنا حاجه رهيبه جدا. اكتشفتوا ايه؟ اكتشفنا ان قالوا لنا ان واحنا طالبين تحقيق في الموضوع ده، اكتشفنا ان مفيش قرار جمعيه عموميه بصرف الارباح. بالعدد ده. يعني؟ احنا عايزين يحصل تحقيق، احنا برضو مبلبلين. يعني انتوا مش عارفين اذا كانت تمت اقالته ولا لا؟ نعم. انتوا مش عارفين اذا كانت تمت اقالته ولا لا؟ لا احنا هم الحكومه وعدت باقالته. لكن هو طلع على موقع من المواقع وقال ان وزير التضامن ووزير التجاره والصناعه لا يملكوا يقولوني، واللي يقولني وزير الاستثمار. انا مش بكلم حضرتك عن مواقع، انا بكلم حضرتك عن تصريح رسمي صدر على وكاله الانباء الرسميه. هل انتوا كلمتوا الحكومه وفهمتوا منها ايه سر التضارب ده، ازاي يقولوا لكم ان هو اتقال وبعدين يطلعوا ينفوا يقولوا ان هو لم يتم اقالته؟ لا ما دي فيها علامه استفهام. طيب يعني المزيد من علامات الاستفهام، لغايه اللحظه دي ما وصلناش لاي حلول. لا 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 احنا كده احنا عارفين ان هم هيقولوه. لا ودي من اهم مطالبنا، لان هم الناس دي السبب في خسائر الشركه. طيب على كل الاحوال احنا هنتابع لازلنا هذه القضيه، يمكن بكره نحاول ان احنا يكون معانا ممثل عن الحكومه ونفهم سر هذا التضارب، ازاي الحكومه تتفق مع حضراتكم على اقاله رئيس مجلس الاداره، وازاي يصدر بيان رسمي عبر وكاله الانباء الرسميه بعدها بدقائق على لسان شركه الحديد والصلب اقاله المهندس محمد سعيد نجيده رئيس مجلس الاداره. معنى كده ان البيان طالع من الشركه، ممكن يكون مصدره رئيس مجلس الاداره نفسه. تضارب هنحاول ان احنا بص انا عايز اقول لك حاجه، هو في بيان طالع النهارده من الشركه وهو بعته ان لازال اللي هو رئيس مش من وكاله الانباء، ده طالع ان هو لسه لازال رئيس مجلس اداره الشركه والعمال لسه معتصمين ومؤدين البورصه. ما هي الوكاله نقل عنه هو، يعني هو ده تصريحه هو. مما ادى لخسائر الاسهم بتاعت البورصه، ده لازم يبقى في تحقيق معاه. هي دي شركه الحديد والصلب، وشركه مسمى مصريه ولا شركه محمد سعد جديد؟ انا بس رئيس الاسره دلوقتي. طب احنا سمعنا صوتكم النهارده يا استاذ محمد، هنحاول ان احنا بكره باذن الله نتابع هذه القضيه ونفهم سر هذا التضارب، وبرده مره ثانيه هنرجع للتطورات على الارض، هنعرف اذا كنتم هتقدروا تتفقوا على اتفاق واحد بحيث ان يبقى في حد يمثلكم ويقدر يتفاوض باسمكم ولا لا. انا بشكرك الاستاذ محمد عمر احد ممثلي اللجنه النقابيه للعمال الحديد والصلب، وبرجع مره ثانيه الى خبر اخر متعلق بالتحركات السياسيه على الارض. النهارده في حركات سياسيه تحت مسمى جبهه طريق الثوار نظمت مجموعه او نظمت وقفه احتجاجيه في ميدان طلعت حرب للمطالبه بالافراج الفوري عن الطلاب المحتجزين اثناء المظاهرات التي شهدتها جامعه القاهره. هذه حركات سياسيه، هل هي ممثله فيها طلبه ممثلين فيها ولا هي بتتضامن معاهم؟ هنحاول ان احنا نعرف من خلال هذا الجانب. كاميرا مصر اليوم كانت هناك ونقلت لنا هذا الجانب من هذه الوقفه، نشاهد. الطلاب قالوا هويه، الطلاب قالوا هويه، اسكت ظلمك يا داخليه، اسكت ظلمك يا داخليه. النهارده احنا نزلنا في فعاليه حرية للطلاب في ميدان طلعت حرب، سبقها في جامعة القاهرة مؤتمر صحفي للمطالبة بالإفراج عن زمايلنا المعتقلين دلوقتي. داخلين على فترة امتحانات، وده حق من حقوق الطلبة ان هم
يرجعوا امتحاناتهم ونرجع نقف تاني في الجامعه للمطالبه مش بس بحق الامتحانات او بحق خروج الداخليه من الجامعات او بحق انسحابها من حرم الجامعي والتوقف عن اعتقال الطلبه وقتلهم جوه حرم الجامعي، لا، عشان انتزاع كل الحقوق الطلابيه كمان اللي هي جزء من مطالب ثوره 25 يناير. النهارده مسيره بتنظمها جبهه طريق الثوره ثوار، المجموعات الطلابيه للمطالبه بالافراج عن كل الطلاب المعتقلين من الجامعات، وطالبه بوقف الاعتداءات على الجامعات المصريه واقتحامها عن طريق قوات الجيش والشرطه. وفي نفس هذا التوقيت في وقفة تانية دعا إليها أهالي شهداء مجلس الوزراء العام الماضي، دعوا إليها أنها هتكون في لإحياء ذكرى أحداث مجلس الوزراء. في أحزاب سياسية قالت أنها مش هتشارك لأنها ستنشغل بالدعوة للاستفتاء على الدستور، ودي هي شايفت أن دي الأولوية الأهم الآن من إحياء هذه الذكرى، وأن هذا الدستور هو هيكون الطريق للإتيان بحقوق هؤلاء الشهداء بطريقة مجدية أكتر من الوقفات الاحتجاجية غير المجدية من وجهة نظرهم. لكن في قوى ثورية كان موقفها مختلف، رأت أنها عليها أنها تدعو لإحياء هذه الذكرى من خلال وقفة هيشارك فيها أهالي شهداء أحداث مجلس الوزراء أمام دار الأوبرا. الحقيقة ان كمان هؤلاء الداعين الى هذه الوقفة اعلنوا من امبارح ان هم لن يحاولوا الحصول على تصريح او لن يخطروا جهات الامن وفقا لقانون التظاهر الجديد. حول هذا الموضوع بينضم الينا عبر الهاتف الدكتور مصطفى النجار النائب البرلماني السابق واحد الداعين لهذه الوقفة. استاذ مصطفى، دكتور مصطفى. ايوه هنا، اهلا وسهلا، ازاي حضرتك؟ لو تعرفنا مين بالضبط القوى اللي داعية للمظاهرة بتاعت بكرة؟ هو الداعي الأساسي للمظاهرة هو أمهات الشهداء استشهدوا في أحداث مجلس الوزراء في 2011، وانضم ليهم مجموعات من القوى الثورية زي 6 أبريل وليلة المحاكمات العسكرية ويعني بعض المجموعات الأخرى. هي وقفة يعني ليست سياسية وليست حزبية، هي يعني تأتي بناء على رغبة الأمهات في تذكير الجميع بعدالة قضيتهم، وإن حتى الآن لم يتحقق القضاء. يعني هي مجرد وقفة رمزية هيتم فيها رفع هذه اللافتات الاحتجاجية؟ لا، هم عاملين أسبوع في عدد من الفعاليات، هيبدأ بكرة بالمسيرة اللي هتتحرك الساعة 4 من أمام الأوبرا لغاية مجلس الوزراء، وهي طبعا مسيرة سلمية، وهم أكدوا إن هم رافضين لقانون التظاهر وإن هم مش هيقدموا طلب للداخلية للسماح لهم بالتظاهر. لكن عايز اقول لحضرتك ان انا يعني من شوية صغيرين جالي اخبار من عدد من امهات الشهداء ان بعضهم تلقى اتصال من يعني بعض ضباط الداخلية اكدوا ليهم ان الداخلية هتأمن المسيرة وانها مسؤولة عن امنهم، فيعني ده احنا ممكن نعتبره يعني اقرار من الداخلية بالمسيرة، او ربما تكون الداخلية اعتبرت ان ده يعني الاختار تم من خلال وسائل ان هم اعلنوا دوت. ياخدنا برضو تاني ويفكرنا بقضية مجلس الشورى والتظاهر اللي حصل عنده والمعتقلين الموجودين دلوقتي على قضية على ذمة هذه القضية على عبد الفتاح واحمد ماهر وغيرهم، ويعني انا بنتهز هذه الفرصة ونتكلم تاني على قانون التظاهر اللي لازم يعني يعاد تعديله، وعلى المعتقلين اللي لازم يخرجوا سواء كانوا الطلاب اللي في الجامعات الذين لم يتورطوا في عنف او النشطاء السياسيين مثل علاء واحمد ماهر اللي كان ذنبهم ان هم يعني رايحين يرفضوا المحاكمات العسكريه ورايحين يرفضوا قانون التظاهر فتم محاكمتهم طبقا لقانون هذا القانون اللي بيرفضوه. طيب ده بيرجعني لنقطه ثانيه وهي موقف قوى سياسيه شافت ان الاهم دلوقتي هو اقرار الدستور، وان هذا الدستور عندما يقر تلقائيا سيسقط قانون التظاهر وسيفتح هذا الباب لان يعني حقوق هؤلاء الشهداء تاتي بطريقه قانونيه وليس فقط من بمجرد احياء ذكراهم في وقفه احتجاجيه، وده كان موقف بعض القوى السياسيه. تعليق حضرتك على هذا الموقف. يعني للاسف ده نوع من انواع التهرب من المسؤوليه. قرار الدستور لن يغير من الوضع شيء، حتى هذا الدستور، وانا ممن سيقول لا لهذا الدستور، ليس فيه نص للعداله الانتقاليه التي يعني تكفل القصاص لهؤلاء. تم يعني إلقاء المسؤولية على البرلمان القادم الذي لا نعلم هل ستكون أغلبياته تابعة للنظام الأسبق أو النظام السابق، وبالتالي لن يحاسبوا أنفسهم. قضية مجلس الوزراء ومن قبلها قضية محمد محمود يعني قضية
يعني تقطعت لها القلوب في هذه الفترة، والشباب اللي مات فيها محمد مصطفى كريكة وعلاء عبد الهادي والشيخ حماد عفت وكل الناس دي حتى الآن بعد سنتين مفيش أي تطور في القضية. أنا كنت أحد الشهود في هذه القضية وتم التحقيق معايا أيام ما كنت نائب في البرلمان من قبل قاضي التحقيق المنتدب لهذه القضية، لكن القضية تقريبا شبه متوقفة. فاللي عايز أقول لحضرتك إن أهالي الشهداء وأمهات الشهداء مش مستنيين حد من قوات سياسية يتضامن معهم، ورافضين اشتراك جماعة الإخوان معهم أو حركة التمرد أو كل الحركات اللي هي يعني بعدت عن المسار الثوري. هم زي ما قالوا فسائل هم طالعين بنفسهم مش عايزين سياسيين معاهم. طب هل يعني انتم لديكم مخاوف وانتم بتنظموا هذه الوقفه ان قد تحاول مثلا بعض قوى سياسيه زي الاخوان مثلا القفز عليها او استغلالها ان تحدث مثلا مشادات ترتفع هتافات وهتافات مضاده ويتكرر مشهد اصبح مألوف في الفتره الاخيره؟ المؤتمر اللي تم امبارح في يعني في احد المكاتب في وسط البلد اعلن فيه اهالي الشهداء رفضهم لمشاركه جماعه الاخوان المسلمين بشكل تام، واكدوا ان يعني اي مشاركه من جماعه الاخوان المسلمين مرفوضه، وان اي خروج على المطالب اللي هم رافعينها وهي تحقيق القصاص العادل لابنائهم هتكون مرفوضه. وبالتالي انا شخصيا يعني رغم ان انا احد الداعمين لهذه الوقفه ولهذه القضيه انا لن اشارك بشخصي حتى لا تكون هناك شبهة اي تسييس للمساله لهذه المسيره. وايضا يعني عايز اقول لحضرتك ان دي مجرد بدايه لفعاليات هتستمر لمده اسبوع، في فعاليه اخرى يوم الخميس هم هيعلنوا عن تفاصيلها. وفي الاخر انا يعني شايف ان تحرك الداخليه اللي هي عملته ويعني اتصالهم باهالي الشهداء اعتقد دي خطوه ايجابيه، لكن هي لا تغفل للداخليه ما فعلته مع متظاهري مجلس الشورى. شكرا جزيلا دكتور مصطفى النجار، ولعلها تكون مناسبة لإعادة مشهد أو قضية هؤلاء الشهداء إلى الواجهة مرة تانية في ظل الظروف اللي حضرتك أشرت إليها. بشكرك وبنتقل إلى ذكرى أخرى حلت قبل أيام قليلة، لكن الجديد هي الظروف التي تحيط بهذه الذكرى. نجيب محفوظ لا يحتاج إلى أن أتذكره في عيد مولده فقط أو حتى في ذكراه، ليس فقط لأنه قدم إنجاز كبير في الأدب العربي ولا لأن الإنجاز الذي بدأه هو زي مثابة تعبيد الطريق حتى للذين تمردوا عليه وعلى ريادته لهذا الأدب، لكن لأنه كان مكانته في هذا الأدب لا تقل عن بلزاك مثلا في الأدب الإنجليزي أو غيره من أدباء كثيرين ساهموا في البناء الكلاسيكي للأدب. البعض تمرد عليه لكنه حتى هذه اللحظة لا يزال يكتشف فيه الكثير. الجديد في هذه الذكرى أن الأماكن التي خلدها نجيب محفوظ وجعلها جزء من الذاكرة الوطنية المصرية وجعلها جزء من ذاكرة العالم مهددة بالاختفاء. من منا لم يعرف زقاق المدأ؟ من منا لم يعرف الجمالية كما كتبها نجيب محفوظ حتى لو لم تطأها قدماه؟ من منا لا يعرف هذه الأماكن؟ الحقيقة أن أنا وزميلي لما حاولنا نحن ننقل الكاميرا إلى هناك واجهنا صعوبة بالغة في نقل هذه الأماكن إلى المشاهد، فالمشاهد لا يستطيع أن يذهب إليها بسهولة ولا يستطيع حتى أن يراها على الشاشة، لكنه حتى ما تبقى منها مهدد بالفقد. الصورة اللي احنا شايفينها هي لمنزل نجيب محفوظ في الجمالية. هذا المنزل مهدد بأنه هو يهد بدلا من أن يتحول لمتحف مثلا، بنايات أقل من ذلك لشخصيات ربما تكون أقل تأثيرا في الحياة في بلاد أخرى تتحول إلى مزار للسياح، يذهب إليها الروائيون من كل أنحاء العالم والموسيقيون والفنانون ليكتبوا مذكراتهم ليشهدوا المكان الذي هنا جلس الأديب الفلاني، هنا عزف الموسيقار الفلاني. لكن آخر ما تبقى من ذاكرة نجيب محفوظ أصبح مهددا بعد أن خلده في رواياته. معي عبر الهاتف الكاتب المعروف الأستاذ يوسف القعيد أحد حواري أو نقول حرفيش نجيب محفوظ. أستاذ يوسف كل سنة وأنت طيب الأول بمناسبة ذكرى ميلاد نجيب محفوظ. كل سنة وأنت طيبة وبشكرك على الاهتمام بالمناسبة دي. شكرا جزيلا لحضرتك، ده واجب واحنا تأخرنا فيه، لكن المسألة فكرة ان منزل نجيب محفوظ اصبح مهدد بالهدم، لو حضرتك تضعنا في صورة هذه المسألة وتقول لنا ليه. هو المنزل 8 ميدان بيت القاضي هو ده البيت اللي اتولد فيه نجيب محفوظ، لكن سبق ان هدم، اجزاء منه هدمت واعيد بناؤه، و
يستحق انه يبقى جزء منه او على الاقل الشقه اللي عاش فيها نجيب محفوظ هي في الدور الاول فوق المقهى مباشره، انه يبقى نوال متحف او متحف لنجيب محفوظ. المشكله ان الناس بيشتكوا ان البيت مهدد بالانهيار، يعني ان البيت هيقع كله مش هيبقى فيه اي مكان ليه، وهنا مفروض ان الدوله تتصرف وتتقدم. وانا اتكلمت مع دكتور صابر عرب وزير الثقافه، فقال لي ان مشكله هذا البيت تقع في نطاق جهاز التنسيق الحضاري اللي مسؤول عنه منا وصديقنا سمير غريب. واتمنى يكون شايفنا ويكون يعني سمعنا، او انتوا تحاولوا الاتصال بيه اكيد لازم، لان هو اللي مفروض يتسلم البيت ويتولاه ويتولى على الاقل الشقه اللي اتولد فيها وعاش فيها نجيب محفوظ التسع سنوات الاولى من عمره، لانه ترك الجماليه سنة 19 بعد سنة 20 بعد 9 سنوات من ميلاده، وراح العباسية الشرقية، لكنه ظل على صلة بالمكان ويتردد على المكان حتى آخر أيام حياته. طيب يعني ده بينقلنا لفكرة بقى أوسع، فكرة الأماكن كلها اللي كتب عنها نجيب محفوظ وخلدها في أعماله، وفكرة تغير الطابع الأساسي لهذه الأماكن. ودمت حضرتك ذكرت التنسيق الحضاري، إيه الضغوط اللي حضراتكم ممكن تقدروا تقوموا بيها كفنانين، يعني لما يكون ماسك التنسيق الحضاري فنان زي الأستاذ سمير غريب، وأتمنى أنه يكون بيشاهدنا، كيف نفقد هذا الطابع لهذه الأماكن بهذه السهولة وبدون أي ضجة؟ بص يا أستاذ أمون، أنت أشرت الموضوع تاني تماما، وهو المزارات المحفوظية. في أيام الدكتور أبو عظيم وزير لما كان محافظ القاهرة ناقشنا هذا الموضوع بناء على مبادرة منه، وعملت أنا يعني أو جمال البريطاني وأنا عشان أبقى دقيق قائمة بكل الأماكن اللي عاش فيها، كل الأماكن اللي كتب عنها أسماءها الحقيقية في أرض الواقع، وقلنا نسيبها مزارات سياحية مهمة، والمحافظ خد هذه الأوراق وحولها إلى حي وسط القاهرة اللي هو تبعه اسم الجمالية. ثم تغيرت الأمور وتبدلت الأحوال، وأنا الأسبوع الماضي كنت مع الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة الحالي وذكرته بهذا الموضوع، وقال لي إنه ما عندوش أي مانع يدخل فيه وينفذه، وهو جاري الآن البحث على الأوراق اللي قدمناها. احنا حاولنا حتى نصور بيت في حي الجماليه ومنعنا من قبل قسم شرطه الجماليه، البيت ملاصق للقسم زي ما حضرتك عارف، فاذا كان حتى مش مسموح ان الناس تزور، ازاي الناس هتزور هو يعني؟ اتفضل. ما هو المزارات دي كنا عاملين سيستم ان تنزع ملكيتها، زي مثلا زقاق المدائي او ما بقي من زقاق المدائي تنزع ملكيته ويبقى مزار سياحي، ويبقى فيه كتابه بلغات العالم تشرح للناس ان ده المكان اللي بتدور فيه احداث روايه كذا والفيلم المعمول عنها. لكن كل هذا الكلام احنا الان نبحث عن اوراقنا التي قدمناها، والمحافظ وعدني انه يحاول العثور عليها ويلاقيها وينفذها، ويا ريت انتوا كمان تتواصلوا معاه ما دمتوا معنيين بهذه القضيه، وبشكركم جدا على ده من اجل انها تخرج للوجود، لانه لا تقل اهميه عن الشقه اللي تربى فيها نجيب محفوظ. والله احنا نتمنى ذلك، يعني في بعض البلاد مسلسل بينجح اتصور في مكان ما بتحوله لمزار، واحنا لدينا قاهره كامله المعالم كتبها نجيب محفوظ وتركها لنا، سنبحث عن معالمها ربما ولن نجدها قريبا مع الاسف. انا بشكر حضرتك الروائي الكبير الاستاذ يوسف القعيد. مشاهدينا بذكر حضراتكم اننا سنفتح في هذه الحلقه ملف الشباب وتمكينه ومراكزه مع ضيفنا وزير الشباب المهندس خالد عبد العزيز. بذكر حضراتكم بالهاشتاج الذي وفدت علينا بعض الأسئلة عليه، وهو اسأل وزير الشباب. بعد الفاصل سأعود لحضرتكم مع ضيفي، وأترككم الآن مع هذه اللقطات التي أدى فيها العالم وزعمائه مراسم الاحترام الأخير لنيلسون مانديلا. نشاهد. Thank you.